محمد فاري حرسي قدوميها أكاديمية نبضة يهر مركة سومالي لان مانتا مدحوينها سومالي لان يلا بضع حسبي أو وهلين يوم يدقوا يربو حيكيه شيئين خلاف كردين عدورو شوينكو سومالي لاني وليبكم مشنك أرين تاسي سيداد واركتا بسم الله الرحمن الرحيم يونيفرسيتي فو سلامي لما أنتي قد أرين تاني وأرين مهمة شمهوري دي سومالي لاني مهمة وأرين أنكو هنبليالي نو مدحوينها قدومي حسب قدري قدومي حسب قدر وارنين سواء في مرتي مرن إن بدن تهجنا وارنين نو سامح حسين دورشدي الله بكم الله تنكر دعو وارنين أن أرن كاسو مهم إن شجع وارنين كرد الله تيسو مالن جديد وحيل وشي ووحس مالن جديد كنا شوي وح يوروبيا يون ينكو أما عد كلو دبده كتمي دو ودتي ما وارنين دحدينا كرد الله تي وآراء يأفكار دحدينا كعرتي وأنتي مركي دبنا أي حسبيرو يمدحوينه بقى أي كل شيء مركا واحد دوني أنا بشذو يفتيميو إن أنا الحين واحد تنا شاكو يميلو تقول أي كل جود أي وتيني أي تحي واحد سومال أنا كنت أريد أن هتبقى سيكون تمت هالشيء كله هنكون كسب لا بس سيكون تيو تلو بهاي اللي يفتيميو وقتها شيء طبعا كبيشة لحي طبعا كبيشة بيشي جانوري لا بكوني لا وقتها واحد مقابلنا شرب العالم أو جديد سوا هيد وما حي عقبتها هرت هاجن الدروشين سيبا لو حلينا أريد كوميشن سيبا لو هليا دورشا دعدا لا بكون لاتنك لو غودو كل سوي واسحابته معارض كي محافظ كبا اي كود قيبين انا و تاك دولينا وحنا سوغي ينا قويان فربدان قويان كوي كا دودين كدبنا وحنا سمينا غودي قويان او رغ فربدان او لودا غرانيو اي كو جيره كدبنا وحنا سو سارني دوكمنت وراق ككوبن افر بيج وراق داسي وحي كا هليسي حبكا يهنانكا لو حلينيو خلافات كا وقت وقت كنت غار هان ارينتا كوميشن وحنا سو جيديني لخ قودو لكن سوى حيسكو صورتين قضب قضب كيسكو صورتين وقضب كامانت لا سيحي سومالدو انت بدا لقن كدين سومالدو ما تشعلا يستو إن لبدا دينا عايز هيا عيد كامدين قوليستو اللو عاركينو قوليستي ككالينو قول دريستي أنا وحنو كاني فكر أورانا إيا وين وين ميد كستباها قوليستو معارض كو حيكو داقنا إيا إن كوميشن كي هرع وصول نغو كوميشن كامعصوب لكادرو مدحوينوه شرع وما حيستو دستور كي يد حير حير لمبر 20 xeerka doorashooyinku awood ma siinayay inuu commission si sharci iyo safa sharci ku yimid inuu kala diri karo awood ma siinayo maadaama aanay awooda dastuuriga ah ee sharciyan kaan madaxweynuhu lahayn safa sharci inay ku yimaadeen commission ka imika jooga si safa sharciyana oo lagu kala diro maanta taalaana aanay jirin waxay noqotay seebe xal loogu hela in la helo arinta khilaafka oo ma aragtay in labadii dhinacba isla isugu soo dhaweeyaan waxaan soo jeedinay marka in commission ka imika jooga aan la bedelin ما دام عن سفر شرعية اللي جو بدلية أنا ماشي أول وكو إن كوميشن كان ما أنت تشوجه وقت جيسة وأنا ما يستو شغل جيسة وقبضته لكن سين كوميشن كي هراء يحبنا إنترناشنال إكسبير حبنا بلشة عالم كا كميت آه لكن سدد كنت خصوصا رما دور شو يك لو قدره أي أنت هاسي أي معركة أي دور شدي أي صورة جليان إن قبضها فكركو كاسوها فكركي بانوغو وانوغو لغمي حسبيادة وانوغو جيني معارض كا من مدبان الله كلانا قدو ميا حسبيقا وبطاني يو حبني هيس كرامة دي شرفت ليلة سعودي قدو ميا حسبيقا وعد يمدح وينها جمهوريدي با يا انت بانو باننا وي سودو وي لكن سي معارض كوي كجوز عليك آخر كي لكن سي وحنا هدنا وباننا برشد عالم كا aan ku noqday cid kasto xal u raadinaysa arintani habka loo mari karaa waa habkaas wax inta ka baxsan loo keenin karaa ma jiraan bulshada caalamku kuna arkay soo dhaweeyay calaay kula xal aad baan uga mahadcelinayaa safiirka yuuda runtii dadaal badan galiyay dawladda ingiriiska oo iyo dadaal badan arintaas si xal loogu helaa galisay iyo dawladihii kale ee ku jiray in arinta xal loogu helo maanta arintaasii way soo afkooday waxaan isku soo afkooday isfaham 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 kaasina waxa weeyaan doorashadii dhacda 2022 qodobka labaad in commission-kan uu safa sharci ku joogo waan ciibadeen qodobka saddexaad in technical committee gudi farsamo oo ka kooban commission-kii hore iyo xubno lagu darayo expertise-ka caalamiga ah ay doorashadii ay maamulaan doorashadina saa inuu dhacdo runtii waxaan u arkaynaa inay tahay maxay win-win situation dhinac kastaaba inuu guuleystay ayaan u arkaynaa marka la leenay dhinac kasta inuu guuleysto Soomaaliland ma aha saddexda
oday ee dalka maanta ugu waaweyn madaxweynaha iyo labada gudoomiye maaha Soomaaliland waa 4 milyan qof waxa guuleystay waa 4 milyan iyaguna waxa uu heeliyeen 4 milyan intii loo oran lahaa doorashay qabsan kar waayeen way heshiin kar waayeen waxan bay sameyn kar waayeen dunida caalamka waxaan tusaynaa inaan heshiin karno doorasho qabsan karno saddexda odayna ee saxeexayna way ku mahadsan yihiin waa gudoomiye marka la eego qodobada heshiiska waxa ku jira saadiguba sheegtay in commissionkii cusbaana ay sidoodu u shaqeeyaan kuwii horena guddi farsamo yihiin sharci ahaan siday isku waafaqayaan marka dhinaca sharciga leh xeerku inagu dee dal xeer ku dhisan beenna xeerku ma diidayo commissionkan imika jooga mandate wuxuu haystaa awooddii sharci fulineed ayuu haystaa awooddii sharci fulineed rasmiga ah buu haystaa isagu wuxuu samayn karayaa waxa la yidhaahdo awoodda dejin cidu doono wakiilan karaya cidu doono aduu ku wakiilan karaya dadka kale wakiilan karaya xeer baa siinaya xeer baa qeexaya xeer number 20 ayaa u siinaya inay soo saari karaan maaragtay xeer hoosaadiyo xeer nidaamiyaal marka intaba way awood bay u leeyahay marka commissionka imika jooga isagoo duruufta lagu jira eegaya isagoo eegaya baahida loo qabo doorashooyinka ayuu awood u siinaya in xubnihii hore iyo qofka 4 qof ee lagu daray inay maamulaan day to day activity-ga habka doorashada iyo nidaam ee u dhacayso fikirka guud waa ka wixii details waxaan uga socdaa wixii farsamo ah ee hoose ee faahfaahsan wax laga helayaa heshiisyada dambe ee maaragtay faahfaahinaya qodobada waaweyn maanta lagu heshiiyey ayaa laga helayaa laakiin sidoo kale waxaan u arkaa inay maanta ay dalka iyo dadkaba ay u tahay maarata guul bay u tahay nin kastoo reer Soomaaliland iyo gabar kastoo reer Soomaaliland maanta ay guuleysteenba nimankaas odayaasha inoo ahay hoggaanka inoo hayaana madaxweynuhu ugu horeeyo iyo labada gudoomiye xisbi mucaaradba ayaguna runtii arrintaa xaqiijiyeen marka waa soo dhaweyna.